المنظرة 25 عام هو كينبه العالم كله، وفي الوقت فاش بدا كيتكلم على هذا الشيء ديال الحروب الحضارية هذه 25 عام، راه الكتب ديالو غتجبروا فيها كل شيء. ردوا بالكم، جا الزمان هو اللي نصف هذا الراجل، قال لهم أخطأ العالم وصدق المنظرة، وكتبوا كيقولوا هذا، نبهكم ما بغيتوش تسمعوا. دابا هذا الشيء اللي وقع انتوما سببوا، هذا كان 25 عام هو كيغوت باش ما نوصلوش لهادشي. ملي كيجي يهضر كيجبر الحكام ضمنيا، راه مع اسرائيل ضمنيا، مع لا دي نقولوها بالنسبه لمعاهدات السلام، كان كيقول لهم هادو معاهدات الاستسلام ليس بسلام. الواحد ما باغيش تعترف به كقيمه حضاريه، كيفاش غتمشي تناقش معاه؟ هادو غيقبطوا غير الوقت، واللي ما غيديوهاش بالسلاح كان كيقول لي رد بالك. الخريطه ديال 48 جوج مخيطات عند اسرائيل عند الكيان الصهيوني، دابا شنو وقع؟ جوج مخيطات ولات عندنا، ماشي بالسلاح ماشي بالحروب، باش بالاستسلام بالمفاوضات. هذاك العباس صهيوني صار من الصهاينه، نكونوا واضحين. علاش عطيتو اللويل بي بحال اللي كيقول هو؟ شكون اللي عطى اللويل بي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني؟ الحكام، الخوانه لصالح اسرائيل، الكيان الاسرائيلي. سجل سجل يا تاريخ.